مهرجان أفلام المرأة السابع بعيون النساء في هذا العام تقدم له 60 فيلم من جميع الدول العربية، من العراق، من مصر، من المغرب، من الجزائر. تم اختيار 23 فيلم السنة هذه، والعام هذا يمكن فيه تركيز أكثر على قضايا الوطن. يا الله مطول ثالث يوم العيد. أنا مستعجل أكثر منك على يوم زفاف. الفيلم بيتحدث عن فتاة كان موعد زفاف فتاة ليوم العيد، وبتختار الفستان باللون الأحمر لتكون مختلفة عن كل الفتيات اللي سبقوها. في موعد الزفاف بيتم قصف بيتهم وبتستشهد الفتاة، وبيبدأ اللي هو الخطيب يعيش مع ذكرياته ومع أحلامه. يعني هذه أول حرب تمر علينا. كل إشي بأوانه حلو. الفيلم بيقدم رسالة، وهو بيبين الظلم الواقع على المرأة من الاحتلال الإسرائيلي. أنا كان نفسي ومن عيني إني أكون جنب أمي في محنتها وفي عياها. فيلم بعنوان الحنين إلى رام الله بيتناول قصة سيدة ما شافتش أهلها من 25 سنة. مشكلتها الوحيدة إنه معها الهوية رام الله، وهي ما بتقدرش تشوف أهلها. قدمت أكثر من مرة تصريح تشوف أهلها في رام الله، ولكن الاحتلال الإسرائيلي رفض هذا. بطاقة فلسطينية والبطاقة الدولية والتنكال مش معترف فيه. فيلم اغتيال حقيقة عن الصحفيات المقدسيات وكيف بعاني الصعوبات اللي بتتعرض إلها الصحفية المقدسية. الصورة دائما عن فلسطين، الدم والموت ولذلك لا، في صور إنسانية بتظهر حاليا من خلال الصحفي أو الصحفية. فالتغيير الصورة أعتقد من خلال ثقافة السينما أكيد في بتصل صورتنا للعالم بشكل أقوى وفعال. سلامتك عم بيروح الشغل. الشغل مش عم بيتركيش. أنا بدي